السلطة الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي الخاص بإضافة وسم لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتلة لإرشاد المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي. ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم بنشر تعليماته إلى الدول الأعضاء ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي لم يعجب إسرائيل التي أعلنت عن تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.